عبر نسيج إسرائيل القديمة المحترقة بالشمس، تتشابك خيوط العدالة والإيمان لتنسج قصة ذي الكفل، شخصية تتلفي بأصداء الزمن الخافتة. بينما لا يكشف القرآن روايته بطريقة واحدة متدفقة، فهو يقدم آيات متناثرة مثل شظايا مضيئة من فسيفساء تصنع صورة إيمان لا يتزعزع وقوة أخلاقية صامدة. تخيل إن شئت سوقا صاخبا تعج بالحياة، التجار يعرضون بضائعهم، الأطفال يدورون بين الأكشاك، والجو يطن بالنبض الحيوي للمدينة. في هذا النسيج يقف ذو الكفل شامخا، عمود من الاستقامة يعكس وصف القرآن، رجلا أمر قومه أن يعبدوا الله ويحسنوا ويقوا صلة الرحم، سورة 38-48. لكن طريق ذي الكفل ليست معبدة بالسهولة المذهبة، عبئه كما يدل عليه لقبه يكمن في التزامه الشديد بالحق، حتى عندما يواجه هياكل السلطة الراسخة وتنتشر همسات المعارضة من داخل مجتمعه. تشير الآيات إلى صراعته مع الذين يأكلون مال اليتام، سورة الأنبياء 21-82، ويبتعدون عن واجباتهم الروحية، صوته منارة وحيدة في دوامة اللامبالاة الأخلاقية. التجارب كريح الصحراء تضرب رحلة ذي الكفل، يهمس القرآن عن اختبار شق ربما يكون سجنا أو مشقة مجازية تنزل عليه، سورة الصاد 38-21. ومع ذلك في وسط الظلام يحدث تحول، يخرج من الصراع ليس ضعيفا بل أقوى، وإيمانه مشعل ملتهب وسط الظلال. ومع ذلك قصة ذي الكفل ليست مجرد سجل للمشقة، لا يركز القرآن على مرارة المعاناة بل على رحيق المغفرة والرحمة الإلهية الحلو. حتى عند اختباره إلى أقصى الحدود يظل ذو الكفل قناة لرحمة الله، يحث قومه على الصلاح ويذكرهم بالفضل اللامحدود الذي ينتظرهم بذروع مفتوحة. رغم أن تفاصيل حياة ذي الكفل تظل محجوبة، إلا أن إرثه يضيء نسيج الوقت. إنه يجسد الروح الإنسانية التي لا تتزعزع، شعلة الإيمان التي لا تنطفئ حتى في أقصى الرياح. إنه نصب تذكاري للشجاعة الأخلاقية، يذكرنا بأن القوة الحقيقية لا تكمن في السلطة بل في الالتزام الهادئ بالعدالة واحتضان ثابت للصلاح. في قصة ذي الكفل لا نجد مجرد سرد فردي بل رسالة عالمية، إنها دعوة للوقوف شامخا من أجل ما هو صحيح، واحتضان الغفران كسبيل للشفاء، وإيجاد المرونة في مواجهة محاكماتنا الخاصة. إنها تذكير بأن الإيمان مثل بذرة مدفونة عميقا في الصحراء، يمكن أن يزدهر حتى في أشد التربة جفافا، يغذيها همسات الرحمة الإلهية والروح الصامدة للمرونة الإنسانية. لتكن إرث ذي الكفل نورا هاديا، شظية فسيفساء مدمجة في رحلتنا الخاصة. نرجو أن تلهمنا حكاياتها الهمس للشجاعة وللرأفة، لننسج خيوط العدلة والإيمان الخاصة بنا في نسيج الوجود المتطور باستمرار، وأن نخرج نحن أيضا منال الظلل مات حولنا من المحاكمات التي نواجهها. مشى علنا للثابتة تتألق فيها للظلم وتردد صدى الإرث الدائم لذي الكفل.